مساء الخير وتحية لكل المشاهدين خاصة محبي رياضة. مرحب فيكم بحلقة جديدة من فيوتشر سبورتس من تلفزيون المستقبل. رح نقدمها أنا وعباس وهبة. عباس مساء الخير. مساء الخير لك فارس. صار لي زمان أنك مش طالعين. يعني هذا من حظ المشاهدين اليوم إنه نطلع أنا وياك. الله يكرمك. مساء الخير هبة. مساء الخير عباس. مساء الخير فارس. ومساء الخير لكل المشاهدين وين ما كانوا عم يتابعونا عبر شاشة تلفزيون المستقبل. اليوم يمكن فارس حلقتنا غنية. فيها مثل العادة فيها باسكتبول، فيها دورة حسام الدين الحريري العربي 24 مزبوط. وفيها كمان فوتبول لبناني، للأسف خسارة للمنتخب اللبناني بنتيجة 5 قدام صحيح قدام فريق المنتخب القطري. رح نعرج مثل ما بيقولوا خلال سياق الحلقة على هذا الموضوع ونحكي شوي عن الدوري اللبناني وفي دوليات كثيرة. هبة كنت بافتتاح الدورة صحيح نهار السبت، وكانت يعني نهار الجمعة نهار الجمعة وكانت ست بهية هونيك، وبالإضافة أيضا لحشد كثير كبير من المتابعين. أكيد. يعني رجعنا عم نرجع نشوف حركة الباسكتبول. شو برأيك الميز الدورة هاي السنة عن الدورات الماضية مثلا من حضور جماهيري بالفرق المشاركة يعني الفرق على الرغم من أنه بس 5 فرق عباس المشاركة، بس المستوى يلي عم نشوف فيها الدورة جدا قوي. يعني من أبرز الفرق بمصر، بتونس، رياضة من لبنان. يعني عندك إذا بدك بعد مش واضح مين معقول يكون هو الفايز بلقب هيدا الدورة. على كل حال عباس رح نبدأ من كرة السلة ومن دورة حسام 24 يلي عم يشارك فيها 5 فرق، إذن هن رياضي بيروت، نفط الجنوب العراقي، جمعية سلة المغربي، وسبورتينج المصري، والنجم الساحلي التونسي. يوم الجمعة مثل ما قال عباس انطلقت الدورة بقاعة الرئيس سلام بالمنارة، وعلى الرغم من أنه عدد الفرق المشاركة قليل إلا أنه الدورة عم تشهد منافسة من العيار الثقيل نظرا للمستوى المتميز لأبطال لبنان والعراق وتونس والمغرب ومصر، وطبعا الرياضي مثل العادة المرشح الأوفر للفرق فوز والاحتفاظ باللقب، ولا سيما انه البطوله عم تقام على ارضه وبين جمهوره. باليوم الاول من الدوره شو صار؟ خلينا نتابع سوا. افتتحت دوره حسام الدين رفيق الحريري العربيه رقم 24 في قاعه صائب سلام في المناره بحضور شخصيات سياسيه رياضيه واجتماعيه. تقدمتهم النائب بهية الحريري رئيسه لجنه التربيه النيابيه ورئيسه اللجنه العليا المنظمه للبطوله. البدايه كانت مع النشيد الوطني، ومن ثم تقديم للزميله هبه زيدان، ثم كلمة لرئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة وليد نصار، ومن بعدها كانت كلمة للسيدة بهية الحريري. كنا ولا نزال نريد أن نراكم أبطالا وعلماء ومبدعين في كل مجال، ونرى صوركم تحتل الصفحات الأولى في الإعلام العالمي ومقدمات النشرات الإخبارية، لا أن نرى صور شبابنا ضحايا الاستبداد والظلم والتعصب والتطرف والإرهاب. كنا ولا نزال نريد أن تبنوا أوطانكم ودولكم، لا أن تكونوا أداة لضياع الأوطان وتدميرها. كنا نريد تلك المليارات بدل أن تنفق على القتل والدمار أن تحملكم إلى أرقى جامعات العالم ومراكزها البحثية لتملأ الدنيا حباً وعطاءً ونجاحات وتفوقاً في كل مجال. كنا نريد أن نبني بها ملاعب ومراكز للتأهيل والتدريب لتحصلوا كل كؤوس العالم وميدالياتها الذهبية، أو أن نرفع رؤوسنا بكم ونقول هؤلاء هم أبناؤنا وأبطالنا وأملنا في الحياة. إن اجتماعكم في بيروت اليوم رسالة لكل شباب العرب، وأنكم تقدمون النموذج والمثال لإرادتكم الصلبة وعزيمتكم القوية وحبكم لأوطانكم واعتزازكم بأمتكم. من بعدها تم تقديم دروع تذكارية لوجوه تجلت في عالم الرياضة ولعبة كرة السلة، وكان أبرزهم النائب عمار حوري، وبالإضافة إلى نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة جودة شاكر، ولاعب منتخب لبنان السابق غازي بستاني. كما قدم نادي سبورتينج الرياضي المصري درع تقديري للنائب الحريري ومدير البطولة نزار رويس.
من جهة تانية حقق الرياضي بيروت فوزه الأول في حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدورة وقت ما تغلب على فريق جنوب النفط العراقي 73-59 في مباراة سيطر عليها الفريق اللبناني بدءا من الربع الثاني. ويشارك في البطولة 5 فرق هن سلا المغربي، نفط الجنوب العراقي، النجم الساحلي التونسي، سبورتينغ المصري، بالإضافة إلى النادي الرياضي. وتستمر البطولة لغاية 17/20 الأول الحالي وبتتابعوها مباشرة عبر شاشة تلفزيون المستقبل. تلقى فريق نفط الجنوب العراقي خسارته الثانية على التوالي، وذلك من اليوم الثاني من دورة حسام للباسكتبول يلي عم تستضيفها إذا قاعة الرئيس صائب سلام بالمنارة. خسارة الفريق العراقي كانت على يد النجم الساحلي التونسي بفارق 4 نقاط وبنتيجة 64-68، حيث لعب عامل الخبرة دوره بآخر 3 دقائق من اللقاء. فمن بعد سيطرة تامة من الفريق العراقي نجح الفريق التونسي من قلب النتيجة لصالحه وتحقيق فوزه الأول بالدورة. أفضل مسجلي المباراة كان أمريكي الفريق العراقي بولد ب 26 نقطة، في حين كان الأمريكي الآخر بول ديفيس الأبرز بفريق تونس مع 18 نقطة. وبمباراة تانية حقق فريق جمعية سلة المغرب فوزه الأول على حساب سبورتينغ المصري بنتيجة 74-69. المباراة كانت متقاربة جدا بين الطرفين مع أفضلية للفريق المغربي يلي نجح بحسم النتيجة لصالحه بالربع الأخير وبفارق 5 نقاط فقط. وكان عبد الحكيم زويتا أفضل مسجل ب 25 نقطة، وأضاف عبد الكريم نجاح 16 نقطة، وأيضا ياسين بايري 15 نقطة من الفريق المغربي، وسجل كل من أحمد منير وحمدي براء 16 نقطة للفريق المصري، وأضاف مكرم رمضان 14 نقطة. بنهار الثالث من هالدورة كان فريق جمعية سلا عم بيحقق فوزه الثاني على التوالي، وهالمرة كان على النفط يلي تلقى هزيمته الثالثة وذلك بفارق 20 نقطة وبنتيجة 84-64. الفريق المغربي كان مسيطر بالربع الأول بنتيجة 26-15، لكن الجبهة العراقية ما استسلمت وكان يعني كان عم بينقصهم عامل الخبرة، فتحرك ذو الفقار فاهم مع علي طالب بمساندة الأمريكيين ديماليس وبيرد ليقلص الفارق إلى سلة قبل ما يعود 7 نقاط بنهاية الشوط الأول 36-29. الفريق المغربي خاض النصف الثاني من المباراة بتركيز للمحافظة على تقدمه، ولعبت الخبرة دورة بآخر دقيقتين من المباراة ليرتفع الفارق أكثر وتنتهي المباراة مغربية بفارق 20 نقطة. هذا كان عن اليوم الثالث من دورة حسام الدين الحريري العربي 24 لكرة السلة. الفريق العراقي كان عم يخسر إذا، أما الفريق البيروتي كان عم بيتابع تألقه بحملة الدفاع عن لقبه. خلينا نتابع تفاصيل هاللقاءين بهالتقرير التالي. تابع النادي الرياضي تألقه في حملة الدفاع عن لقبه بطل لدورة حسام الدين الحريري العربي 24 بكرة السلة وحقق فوزتين على التوالي، هالمرة كان على حساب فريق النجم الساحلي التونسي بنتيجة 68-63. النادي الرياضي كان متقدم بفارق 7 نقاط قبل حوالي 20 ثانية على النهاية، إلا أن الفريق التونسي نجح أن يقلص الفارق إلى 4 نقاط، الأمر يلي جعل المدرب الرياضي يطلب تايم أوت ليعود بعد وائل عرقجي ويسجل 2 فري ثرو. وقبل النهاية ب5 ثواني كان النادي الرياضي متقدم 67-61 ليحصل الفريق التونسي على 2 فري ثرو سجلهم بول ديفيس، ورفع رصيده إلى 23 نقطة كأفضل مسجل في المباراة يلي انتهت بفوز الرياضي 68-63. وحصل لاعب الرياضي علي حيدر على جائزة أفضل لاعب بالمباراة واللي بتقدمها شركة سرار، في حين قاد اللقاء الحكم البحريني عبد الكريم شكيب. الدورة كانت عم تتابع أيضا الليلة ليوم الرابع على التوالي. حنتابع سوا بهالتقرير التالي المباراتين يلي لعبوا اليوم، رياضي مع سبورتينغ المصري وأيضا جمعية سلا المغربي مع النجم الساحلي التونسي. منتابع سوا. تابعت دورة حسام الدين الحريري بكرة سلة بيوم الرابع وبنجاح كتير كبير. بالمباراة الأولى جمعية سلة المغربي كان عم بحقق فوز ولو كان صعب على النجم الساحلي التونسي بفارق 8 نقاط 81-73، ورح يواجه فريق الرياضي يوم الثلاثاء بمباراة رح تكون الأبرز على صدارة الدور الأول. من جهته فريق الرياضي عم يتغلب على سبورتينغ المصري بفارق 10 نقاط 86-76. الربع الأول أنهي الرياضي لصالحه بنتيجة 26-20 قبل ما يعمل كامباك سبورتينغ بالربع الثاني وينهي بفارق نقطة 18-17. من بعد فريق الرياضي وبمؤازرة لجمهور كبير كان عم ينهي الربع الثالث بنتيجة 20-16 والربع الرابع 23-22 لتنتهي المباراة 86-76.
أفضل مسجل بالمباراة كان الأمريكي لورين وودز مع 23 نقطة، وأضاف إسماعيل أحمد 20 وأمير سعود 15 من ناحية الرياضي. أما الأفضل من ناحية فريق سبورتينج فكان مكرم بن رمضان مع 19 نقطة، وأضاف أحمد هشام 13. وبتتابع دورة يوم الثلاثاء بيوم الخامس، وأبرز المباريات رح تكون الساعة 5:30 وقت الرياضي. اللبناني بيلعب مع سلا المغربي على صدارة الدور الأول، بينما الساعة 3:30 بتسبق المباراة بين نفط الجنوب العراقي وسبورتينج المصري. هيك كانت أخبارنا عن دورة حسام، رح نتابع مع أخبارنا المحلية وأيضا مع الباسكتبول قبل انطلاق بطولة لبنان بشهر. شو وضع نادي هوبس؟ منتابع سوا. هوبس من أكثر الأندية اللي بتعتمد على الفئات العمرية وبيكون الخزان الأول لمنتخب لبنان. اليوم الفريق رح يشارك ببطولة لبنان لكرة السلة، بس على الطريقة اللبنانية، عقد بساطك مد إجريك. رئيس النادي جاسم أنصو تحدث بصراحته المعهودة عن هالموضوع. تركيزنا درجة تانية رجال، تركيزنا درجة أولى سيدات، تركيزنا درجة تانية سيدات، كمان عنا جمعية ثالثة عم ننافس فيها. هون بالنسبة لنا this is our target، هذا هو هدفنا. بتقلي بالدرجة الأولى لا، بعد ما تحضرنا وما في رؤية، بس ولكن نحن من الناس اللي عم نقول أنه بما نحضر. أما عن المنافسة، فهل بيعتقد جاسم أنه الرياضي الوحيد يلي رح يسيطر على الساحة المحلية؟ هلأ طبعا الرياضي بعيد كتير لعدة أسباب، يعني الاستقرار المادي اللي عنده، الاستمرارية اللي عنده شكل أساسي، الإدارة اللي عنده عم تشتغل بطريقة حرفية، اسماعيل حيعمل إضافة كتير كبيرة، هذا ما في شك. بس هذا الشيء ما بيعني انه والله لانه الرياضي بينافس لازم الانديه كلها انه تخلص تسلم جدلا. هوبس هالقلعة الكبيرة، السؤال من وين الميزانيه اللي عم تتامن لضمان استمراريه النادي؟ الجبال بشكل اساسي وغيره من السبونسرز، يعني الاشخاص عم بيدعموا شوي، بس طبعا نحن مش مثل الدعم اللي بيصير بالانديه الكبيره، والاهل والمشتركين ويعني مثل ما بيقولوا الشركاء يعني بنادي هوبس، اللي هني انه مثلا اذا عندك جمعيه عموميه مثل نادي الحكمه، انه هني انا بسميهم بركي الجمعيه العموميه اللي هي اللي عم تدعم النادي اليوم لحتى يقدر يستمر ونقدر نعمل لهم منتج رياضي صحيح لاولادهم. شو رساله جاسم للاتحاد اللبناني لكره السله، وشو بيطلب على صعيد الفئات العمريه؟ ما فيني يكون هيك حازم بقصه الاتحاد. الاتحاد مثل غيره، مثل قبله، مثل اللي بعده، عم يورى تورته وعنده مستقبل. اليوم بالمعطيات اللي بين ايديه انا ما فيني الا وجه له رساله انه أول شيء طبعاً بده يجود بالموجود، ولكن ضروري أنه يكون أكثر تقني، أكثر يفوت ويغوص بالأمور، أكثر يلتفت للفئات العمرية. عنوان الأول والأخير، أنا اليوم صرت بعت كذا كتاب للاتحاد، نريد بطولة للفئات العمرية هي أساس. اليوم المشكلة وأحد المشاكل اللي عم تصير بكرة السلة أنه لا يوجد فئات عمرية. نحن صلنا غيبة هالفئات ست سبع سنين، وبعدنا لليوم بلشنا بطولة ووقفت. بس تمني وبعتبر أنه قصة الفئات العمرية مش موضوع الواحد ياخد ويعطي فيه، هيدي لازم على الاتحاد ولازم يقوم فيها، وما عنده مجال ما يقوم فيها هذا الشيء والمنتخبات. اخيرا بنتمنى لو معظم انديه الدرجه الاولى بتمشي على خطى هوبس وبتبلش تعتمد على فئاتها العمريه يلي رح تكون خزينه للمستقبل. اذا هيدي كانت اخبارنا عن الباسكتبول. فاصل اعلاني قصير، وقبل ما يرجعوا لكم عباس وفارس بذكركم انه دائما فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحاتنا على فيسبوك وتويتر، وعلى متابعه اخر الاخبار الرياضيه عبر موقعنا futuretvnetwork.com/sport، وفيكم تحضروا جميع حلقات فيوتشر سبورتس عبر الموقع futuretvnetwork.com. فاصل صغير وبكفوا معكم الحلقه فارس وعباس.